السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. كاين بزاف ناس تعاني من مشكل اختفاء الصورة على شاشة التلفاز، كما راكم تشوفوا لا توجد إشارة مع أنه كل شيء يعني تمام اختفاء الصورة. الحل بسيط وسهل جدا، ندخل على التليكوموند تاع التلفاز، نضغط على السورس كما راكم تشوفوا، تظهر لنا القائمة هذه. هنا يظهر لنا مدخلين HDMI 1 و HDMI 2، ما علينا غير نبدلو المدخل، يعني إذا كان في الأ نبدلوه للدو، وإذا كان الدو نبدلوه للأ بالعكس. كما هنايا راهي رجعت الصورة كما كانت. نعاود الشرح، سهلة خلاص. نضغطو على السورس، يظهر لنا القائمة هذه، نبدلو المدخل. هنا راحت الصورة، نعاود ندخلو القائمة، نبدل المدخل، راح ترجع لنا الصورة كما كانت، وشكرا.